الشباك، الكرة في الشباك لصالح دالية الكرمل. وسام عيسمي الهدف الثاني، وسام عيسمي الهدف الثاني لصالح دالية الكرمل، 2-1. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة في دالية الكرمل إثر تسجيل هذا الهدف، هدف الثاني. وسام عيسمي يسجل في الدقيقة 59. كلا يا محمد، لم تنتهي المباراة، نحن في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة. يبدو أن الحكم سيضيف 3 أو 4 دقائق لأن كان هناك إصابات كثيرة في الشوط الثاني. وهجمة لصالح دالية الكرمل مرة أخرى، ولكن الكرة تصل إلى هادي نصر الدين في منطقة جزاء رموت منشي الذي يعيدها إلى نمر قاسم. نحن في اللحظات الأخيرة، كان هنا تبديل حيث أعتقد بأن رموت منشي تصبيحات سجل 3 أهداف. هدف رابع، هدف رابع لدالية الكرمل. إحسان حلبي، إحسان حلبي. نهاية المباراة هنا يا محمد، 4-1. فرحة كبيرة في دالية الكرمل، فرحة كبيرة في دالية الكرمل. رضوان نطور رئيس إدارة دالية الكرمل، كيف شعورك بعد الفوز الخارجي الهام؟ طبعا احلى من هيك شعور ما فيش. دائما الفوز هو فوز حلو ومنيح وبيعطي دفشه كثير لقدام. هذا الفوز انا شخصيا راح اهديه لجمهور دالية الكرمل، اللي ان شاء الله الاسبوع القادم بكون المباراه القادمه في دالية الكرمل، وبعد مره بدي يحضر ويجي يحضر ويدعم الفريق الاسبوع القادم مع حبول كفتن. يعني حسب رايك هسه رجعت لمسير المسار المضبوط، مسيره الانتصارات؟ انا بعتقد انه في عندنا فريق قوي وجيد اللي بيقدر ينافس يكون دائما في اعلى اللائحه، وان شاء الله نامل انه رايحين نلعب من مباراه لمباراه ويكون كبيره في صفوف فريق دالية الكرمل. فرحة كبيرة، وبعد هذا الفوز الخارجي الهام على رموت منشي 4-1. إحسان حلبي، إحسان حلبي يعود من الإصابة ويسجل الهدف الرابع، يدق المسمار الأخير في تابوت رموت منشي. شو رأيك إحسان حلبي، كيف شعورك؟ والله في الشحن لك شعور، ان شاء الله نضلنا نقدم اداء جيد ونساعد المعين يكون في صدر الله السنه. كيف شعورك الاصابه ان شاء الله؟ بعدني مش على ما يرام زي ما بقولوا، يعني بعدني الاصابه بعدها موجوده في اجري، ولكن شوي شوي زي ما بقولوا شوي شوي بنرجع للملاعب وان شاء الله نقدم اداء جيد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا، والان نلتقي مع المحرك الذي طبخ 3 أهداف رونين فلاح. يعطيك العافيه. اداء جيد، يعني ادائك تحسن من مباراه لمباراه، كيف شعورك بعد هذا الفوز الخارجي؟ طلع شعور ممتاز، فوز مستحق لنا بعدين مجهود كبير عملنا، وإن شاء الله نكمل بهذه الطريقة. يعني أنت كمدافع أيمن استطعت أنك تخترق مدافع بتلعب؟ اليوم لعبت في الوسط، في الوسط بالجهة اليمنى. نعم، لكن في الأصل بلعب بمدافع بالجهة اليمنى. ولكن كلاعب وسط اليوم قمت في فعاليات مهمة كثير، يعني وأنت طبخت 3 أهداف، يعني حسب رأيك الفريق رجع لمساره، مسار الانتصارات؟ إن شاء الله نرجع لمسار الانتصارات، هذا بعدين مجهود كبير نعمله بالتمارين والمدرب يعني بيشتغل معنا بشكل ممتاز. وهذا اللي بنعطيه بالمباريات، نتأمل نظل
بالمستوى من لعبة إلى لعبة نزيد المستوى. نسيم أرملي يعطيك العافية، سجلت هدف حلو وبعدك عم تعمل شحرور يعني مظبوط. يعني عم بتحافظ على لياقتك البدنية إن شاء الله. كيف حسب رأيك أنت في لياقة عالية ولا بعد بتتحسن أكثر؟ لا اللياقة بعدها خلينا نقول إذا بدنا نحطها نسبة مئوية هي حوالي 70% 75%. بعدنا في بداية الموسم إن شاء الله مع المباريات اللياقة بتتحسن أكثر وأكثر. طيب نسيم مرملي يعني بحسب رأيك الفريق رجع للمسار المزبوط؟ أنا بحبش إنه نتمادى، يعني لما في مباراة فيها فوز نقول الفريق في قمته، ولما في خسارة نقول الفريق في درجة واطي. الفريق في تقدم في تحسن من مباراة لمباراة، بعده مش في قمة لياقته البدنية، وإن شاء الله مع استمرار الدوري اللياقة بتتحسن والأداء بتتحسن أكثر وأكثر. يعطيك مع المدرب الفائز وأسأل طبعا فرح جدا فايد حسون. أخ فايد توقعت تفوز في هاي النتيجة؟ نحن بدون شك المباراة كانت من أولها مباراة صعبة، نحن حكينا ونحن جينا على ملعب رمت منش اللي عايد على أرض ملعبه، ونحن توقعنا أنه نفوز مباراة لأنه اشتغلنا صعب في خلال السنة على أنه نشتغل ونفوز في مباراة. عن إزاي نحن قلنا الأسبوع اللي فات كان عندنا كبوة كبيرة مع العفولة، قلنا نحن يمكن العفولة مش في الدرجة مش في الليغة تبعتنا مش في الدوري تبعنا، نحن لازم نغلب فرق عن إزاي. الجمعة الجاية عندنا مباراة كمان صعبة مع بولكو فركنة، فعشان هيك المهم كان نفوس من وراء هاي لجمع النقاط، وبتأمل انه في المستقبل كمان نقدر نحقق الفوز، مش بس انه نحقق فوز كمان في هاي الطريقة. الفريق حسب رأيي لعب مباراة كرة قدم ممتازة واعطى اداء كبير، فعشان هيك انا اول شيء فخور في اللاعبين جميع وبهدون الفوز طبعا لجمهورنا اللي حضر لهون. انا بتمنى له كمان في المستقبل فريق كمان يكون عند حسن ظن الجميع. اهم شيء انه اللعيبه يشتغلوا على ارض الملعب وتعبوا ونالوا في الفوز، هذا اهم شيء. يعطيكم العافيه، مبروك. مدير فريق عفوا المعين داليه الكرمل الفرح بعد الفوز الخارجي الهام، كيف شعورك اول شيء؟ طبعا شعوري انا فرح جدا بالنسبه لهذا الانتصار. احنا عندنا اليوم ليست مباراه عاديه، مباراه على 6 نقاط، والحمد لله انه قمنا بالفوز والشباب اعطوا كل ما عندهم علشان نفوز في المباراه وحققنا الفوز. فوز جميل جدا، احنا في بدايه الطريق وان شاء الله انه راح تكون نقطه انطلاق بس للامام. رجعتوا تتدربوا على ارض ملعب داله الكرمل؟ نعم، هذا الاسبوع من يوم الثلاثاء بدانا اول تدريب كان لنا في عقر دارنا. هذا الشيء يمكن أثر وله تأثير إيجابي أكثر، لأنه كل الفترة السابقة نحن تمرنا بريت البلد، وهذا كان صعب على اللاعبين وعلى المدرب وعلى الإدارة. الحمد لله أننا رجعنا على البلد، وكل أمل بأنه تتم المصادقة على الملعب يوم الاثنين، وكمان المباراة الجاية مع كفر كنا مع بول كفر كنا تكون في ديلة الكرمل مع جمهور الدلاوي. بتحب تقول شي كلمة للجمهور بعد؟ طبعا النتائج هي نص خسارتين وفوزين. طبعا انا قلت وقلها بعد، بيطلب من فريق بولين داد الكرمل في السنة الاولى انه كل وقت يكون في انتصارات، نحن في بداية الطريق ونحن مع الدرجة الأولى طبعا صعبة، لأنه الدرجة القطرية ألغوا الدرجة القطرية طبعا ألغوا الدرجة القطرية، واليوم الدرجة الأولى هي الدرجة الثالثة، الدرجة اللي هي ثالثة في إسرائيل ودرجة كثير صعبة، ونحن في بداية طريقنا ونحن يعني راح يأخذ وقت معنا شوي، والانتصارات راح كلها تيجي إن شاء الله بعون الله تعالى بعون اللاعبين الموجودين اليوم. أنا شايفين كمان إنه في اليوم كمية لاعبين في جمهور رفقكم كمان، يعني جمهور الدلاوي لما شفنا جمهور الدلاوي هو اللاعب رقم 12 مع الفريق، لما شفنا الحرارة الجمهور أدفأت اللاعبين وعطتهم الحرارة بأنه يعطوا كل ما عندهم، وهذا الإشي اللي ساعد اليوم علشان الفوز هذا. إن شاء الله إنه الطريق راح يكون أمامنا بس أحسن. طيب شكرا أخي عماد.